مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده مباشره من التسوق البست سيلر. مثل كل يوم مجموعه كثير كبيره من الاغراض جديده ومفيده لإلكم، كل الاغراض بتتعرفوا عليها لاول مره وما بترجعوا تشوفوها مره ثانيه بالاسواق، فانتبهوا كثير منيح خلال الساعه المباشره وما تضيعوا عليكم اي غرض وما تضيعوا عليكم اي دقيقه من الوقت. حنبلش حلقتنا اليوم مع الديلوكس كوردلس سويبر، في معنا شارد رح يساعدنا نتعرف عليها اكثر. هاي شارد. هاي ريان. خبرنا الديلوكس كوردلس سويبر، هلا بنعرف مثلا نحن الفاكيوم كلينر بنستعملها للسجاد للموكات المكنسه كمان، بس الديلوكس كوردلس سويبر امتى بنستعملها؟ فينا نقول انه يمكن لشيء معين او لموسم معين؟ لكل شيء. مثل ما بنعرف ستات البيوت كثير منهم بعينهم بنوجع ظهر. المكنسه بتغبر والهوفر كثير ثقيله. وفي عندنا مشكله بكل بيت انه شعر بضله يهر. ما في مكنه بتلبينا، هون بيجي اهميه كوردلس سويبر. بتسحب كل شيء من صغير لكبير ولكل المواسم. هلا حنعمل ديمونستريشن. اوكي. اولا نفسر عنها شوي، بتشتغل على البطاريه. بيجي معها شارجر، بنشرجها بنحطها بالمكنسه. قد ايه لازم نشرجها تقريبا؟ اول مره بس يستلموها 8 ساعات، بعدين ساعه ساعتين كل ما بتفضل. وقد ايه بتضاين البطاريه؟ من ساعه لساعه ونص. اوكي. حسب الاستخدام. وبنضل نستعملها ساعه ونص نون ستوب، يعني ما بنوقف كل شوي. لا لا لا، بضلك مستعملتيها نون ستوب ومكفوله على سنتين، اهم شيء كمان. هلا حنحط شويه جي على الباركي وعلى البلاط. في عندنا دخان. توست، دخان. شعر. حنحط على البلاط على السجاد. صح. وسيريال كمان. اوكي، كل هالانواع من الاوساخ بتعلق بالفاكيوم كلينر وبالمكنسه كمان كثير رح نستصعب انه نقدر ننظفهم. هلا كل ما وقعنا شغله ما حنجيب الهوفر كثير ثقيله. صحيح. اوكي، بندورها، صوتها كثير ناعم وبتبرم 360 درجه، كيف ما بتبرميها بتنظف. اوكي. حنشيل هلا على السجل اول شيء. وعم نشوف الضوء الصغير اللي عم يخلينا نشوف كل هالاوساخ الصغيره كثير والتفاصيل الدقيقه. مظبوط، هلا حننظف السجاده بعدين بننظف البلاط. اوكي. هلا عم نشوف اذا كان بلاط او اذا كان يمكن باركي، بتجروح الباركي لانه اكثر شيء بنخاف عليه ينتفع. هذا اللي حلو فيها ما بتجروح الباركي ابدا. اوكي. وهي سرعتها اصلا راجعه كمان للاربع فراشه يلي فيها، يعني من الاربع جهات من الاربع ميلات، قدام من ورا يمين شمال، يعني لتنظف كل الاوساخ وتسحبهم بوقت قصير. مزبوط، هلا حنشوف على السجل اذا بعد في شيء، لانه حطيت اشياء كثير صغيره. ما في شيء عليها ابدا. ولا شيء. صح. هلا بنخلص، مش ضروري تنخي. في لها كبسه زر، هلا حنخ احسن ما اجي استوديو. كبسه زر ما لها كيس، فوق برميل زباله بنكب كل الاوساخ، يعني مزبوط. ما في كيس متعذب فيه نشيله ونحطه مثل الفاكيوم اللي بتزعجك كثير. مظبوط، الجاروره ضلوا على الان، تلقيها على الارض بيسكر، فيك تعلقيها على الحيط كمان تحطيها محل ما بدك ورا البراد محل. اوكي، نحن هيدي هي الديلوكس كوردلس سويبر، ما تنسوا مكفوله على سنتين وفي معها كمان مجموعه من القطع اللي بتحصلوا عليهم. اول شيء مثل ما قلنا الشارجر لحتى تشارجوا البطاريه بس بدكم، وبالاضافه كمان لهالقطعه الصغيره لانه الديلوكس كوردلس سويبر فيها اربع فراشه، كمان رح تشيل كل الاوساخ الصغيره والشعر، هالقطعه الصغيره بتساعدكم تنظفوا كل هالفراشه الصغيره وترجعوها نظيفه. بالاضافه كمان للهديتين اللي رح تحصلوا عليهم، اول شيء في عندنا هون شرب هالقطعه الصغيره، فينا نتركها بالسياره، فينا نستعملها كنبيات البيت، كيف بتنظف؟ هيدي كثير سلبي، صغيرة كثير، هلا إذا وقعنا شغلة صغيرة ما بدنا نجيب الكوردلس سويبر، بنمرقها محل ما بدنا، بطريقة السويبر بس ما بتساعد بالكوردلس سويبر بس بنفس القوة كل شيء كمان. شفنا كيف عم تنظف كمان كل شيء، وكيف كمان كيف بنفضيها أو بننظفها هي. هلا ساعت منيح. تفتحها يا بتكبيها فوق الزبالة. اوكي، وثاني هدية كمان رح تحصلوا عليها هي اليونيفرسال جايرو بول، قطعة كثير مميزة لكل الأشخاص اللي عندهم أولاد صغار. هيدا صحن للأولاد الصغار وللكبار، أولاد صغار عندهم خاصة بدهم يعملوا هيك. صح. أكيد. هلا صحن عادي إذا حاطين سيريال أكل بده يوقع الأكل، بده يوقع الصحن، هيدا كيف ما بيبرم؟ ما بيوقع شيء أبدا. ما بيوقع منه شيء، حتى الكبار فين يحطوه بالسيارة، بياكلوا بزر، بالمكتب. اوكي، لكن هيدي هي الديلوكس كوردلس سويبر مكفوله على سنتين وفي معها المجموعه من القطع والهدايا اللي بتحصلوا عليهم. اطلبوا هلا الديلوكس كوردلس سويبر $56 على 01-44-55-55 وبيوصلوا لعندكم على البيت طبعا خلال 72 ساعه من دون اي كلفه اضافيه.